السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حصى رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الدرس السادس من دروس ويندوز 7، وهو هيكون عن Change Computer Date and Time، إزاي أغير التاريخ والوقت الخاص بالكمبيوتر بأكتر من طريق. يعني مثلا لو أنا وقفت على في التاسك بار هنا على التاريخ والوقت وضغطت بزر الماوس الايسر، هتظهر هذه النافذه وهي الخاصه بالكاتيجوري الخاصه بالديت اند تايم، وممكن اضغط على تشينج ديت اند تايم ويتم فتح نافذه ديت اند تايم، وممكن عن طريق قائمه ستارت بختار كنترول بانل واضغط عليها، هلاقي بتظهر نافذة كنترول بانل، بختار منها كلوك لانجويج اند ريجون، بتظهر هذه النافذة، بختار منها ديت اند تايم، تظهر هذه النافذة ومن خلالها ممكن اختار يظهر الوقت والتاريخ ديت والتايم، وممكن اغير عن طريق الضغط على تشينج ديت اند تايم تظهر هذه النافذة. في الوقت بظلل الوقت الساعة 2:48:09، عايز اغير الساعات بظلل هذه المنطقة الخاصة بالساعات عن طريق الضغط والسحب عليها او عن طريق كليك الضغطة المزدوجة دبل كليك، عن طريق هذه الاسهم السهم العلوي او السفلي ممكن ازود او انقص زي ما انا عايز، او عن طريق ادخال الرقم مباشرة من لوحة المفاتيح، مثلا ممكن اضغط رقم 5 مباشرة فبتكتب 5 هنا، مثلا في الدقائق مثلا اكتب 20 تكتب 20 وهكذا، هنا صباحا او مساء بظللها وبختار بالسهم صباحا او مساء. ده بالنسبة لي الوقت. بالنسبة لي التاريخ، طبعا التاريخ عندي هنا هو بختار اليوم زي ما انا عايز من الكاتيجوري اللي قدامي، وبختار الشهر عن طريق الضغط على السهم اليمين والسهم اليسار، فبختار مزود عن طريق السهم اليمين او بنقص عن طريق السهم اليسار. بعد ما اعمل الاعدادات اللي انا عايزها بضغط اوكي، لو انا مش عايز اعمل اي او احتفظ باي اعداد من الاعدادات دي بضغط كنسل، بيرجع تاريخ زي ما كان. او طبعا الاعدادات اللي انا عملتها ما بتطبقش غير بعد ما اضغط اوكي، هتلاقي الاعدادات هنا اتغيرت او التاريخ هنا اتغير. هنا كمان من نفس النافذة بنلاقي مثلا change time zone لتغيير المنطقة الزمنية، طبعا المنطقة الزمنية هي عندنا القاهرة، لو ضغطت مثلا هنا على هذا السهم بلاقي لو انا مش عندي المنطقة الزمنية القاهرة بضغط وبلاقي مدن وعواصم العالم كله، وممكن عن طريق بكرة الماوس بشوف هذه العواصم وهذه المدن عن طريق تمرير بكرة الماوس، او عن طريق سحب هذا الشريط اللي هو سكرول بار شريط التمرير الى اعلى او الى اسفل عشان اختار منه المدينة اللي انا عايز اعمل اجعلها المنطقة الزمنية الخاصة بجهاز الكمبيوتر، وبضغط اوكي. ده كان بالنسبة لي تغيير المنطقة الزمنية وتغيير الديت اند تايم خاص بالجهاز. كمان بالنسبة لي تشينج لوكيشن ممكن اغير، يعني انا مثلا يعني عندي اللوكيشن بتاع الجهاز مش مصر مثلا، فانا لازم اغير اخلي الموقع بتاعي مصر، فبضغط على ستارت منيو وبختار كنترول بانل ومن كلوك لانجوج اند ريجون بختار ريجون لانجوج اللي هو ايه تغيير المنطقة الزمنية، بختار
change location، تغيير الموقع. وهنا بلاقي لو الكرنت لوكيشن الموقع الحالي، بختار من هذه النافذة. طبعا فيها جميع بلدان العالم. من شريط التمرين هنا بختار طبعا كل هذه البلدان مرتبة ترتيبا أبجديا. بلاقي مثلا حرف الام، كل حرف الام، كل البلدان التي تبدأ بحرف الام موجودة هنا، ثم ان، وهكذا ترتيب ابجدي. بختار لو انا مش مختار في الكرنت لوكيشن، مش مختار مصر، بختار مصر، بضغط اوكي. ده بالنسبة لتغيير موقع الموقع الخاص بي على جهاز الكمبيوتر. بالنسبة للتنسيق الخاص بالديت اند تايم، يعني ممكن اغير التنسيق الخاص بالديت اند تايم المعروض على الجهاز عن طريق تشينج ديت اند تايم نمبر فورمات. ممكن اغير التنسيق، تظهر هذه النافذة وهي ريجون اند لانجويج. بختار منها الفورمات. هنا ديت اند تايم فورمات يعني تنسيق الوقت والزمن. طب هنا عندي بيدي لي شورت ديت او لونج ديت. انا بختار الشكل اللي انا يريحني في التاريخ وفي الوقت، زي كده برضه بالوقت. كمان بختار فيرست داي اوف ويك، اليوم الاول اللي هيظهر عندي في الكاتيجوري. لما انا بضغط هنا، لو انا مثلا هقفل النافذة دي، عندما انا بضغط هنا على الوقت والتاريخ عشان اشوف تظهر هذه الكاتيجوري، بيظهر لي هنا هو عندي هنا هو مثلا اليوم الاول بيكون مثلا السبت هنا من ناحية الشمال اليوم الاول. لو انا عايز مثلا اليوم الاول يكون مختلف عن السبت، بختار من النافذة اللي كانت كنترول بانل، بختار في الفورمات، بختار مثلا الاربعاء مثلا، بضغط اوكي واقفل. هاجي اضغط هنا زي ما احنا شفنا اتغير اليوم الاول في الاسبوع، بدل ما هو السبت اصبح الاربع. بغير تاني عن طريق كنترول بانل كلوك اند ريجن، بختار التنسيق خاص ب الديت اند تايم، بختار السبت زي ما كان. بعد ما اختار هنا التنسيقات اللي هنا هتظهر هنا، يعني مثلا لو انا اخترت مثلا شورت تايم، مثلا اخترت مثلا ده، تظهر هنا في الشورت ديت التاريخ عن 17/7/23/7/2017. انا اخترت مثلا التنسيق ده، لو انا اخترت مثلا التنسيق الاولاني ظهر التاريخ كامل 2017 مش 17 بس. مثلا اخترت مثلا التاريخ بالطريقة دي فاتعكست، يعني اصبحت بدأت من الشمال اليوم والشهر والسنة وهكذا. يعني انت بتختار الشكل اللي يريحك في عرض التاريخ وفي عرض الوقت. زي كده الوقت برضه بيديني هنا معاينة للاختيارات اللي انا بختارها. هنا اداني تاريخ الديت او اليوم كامل لحد 23 يوليو 2017 وهكذا. بالنسبة برضه للتايم زي كده بيديني اختيارات ليه، وبضغط على اوكي لتطبيق الاختيارات اللي انا اخترتها.
طبعا النافذة دي احنا اخترنا منها اللوكيشن الموقع. طبعا هنتكلم في الفيديو القادم عن كيبورد اند لانجويج، لغة لوحة المفاتيح. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.